وسهلا فيكم مشاهدينا اطبائنا الاعزاء على قناتنا قناه شركه داتا ميد وكلاء مايندري على اليوتيوب. حكينا في فيديو سابق عن مونيتور ميك 12 تعريف فيه بعض ميزاته. حاليا احنا مع فيديو جديد راح نحكي فيه عن اكسسوارات مونيتور ميك 12. طبعا مثل ما بنعرف اطبائنا الاعزاء انه اي مونيتور لحتى نقدر نستخدمه بشكل كفاءه كامله لازم يكون في اكسسوارات تكون صله الوصل ما بين المريض والمونيتور. إذا حكينا نظرة سريعة عن مونيتور ميك 12، عنا الشاشة مع أزرار التشغيل، من الجانب الأيمن في عنا المداخل اللي نحكي عنها الفيديو الحالي، مدخل قياس الـ NIBP، مدخل إشارة الـ ECG، مدخل إشارة الـ SPO2، مدخل قياس الحرارة، مصيدة الرطوبة، مكان توضعها، قياس الـ IBP و CO2. من الخلف في عنا مكان توضع البطارية، مأخذ الـ AC، مأخذ التأريض، والمخارج الجانبية اللي عنا فيها مخرج مالتي فانكشن ممكن وصله للمونيتور عن طريق المالتي فانكشن بصادم مشان نقدر نعمل مزامنة، ممكن وصله على طابعة، ممكن وصله على النيرس كول، مخرج VGA لوصله على شاشة خارجية إضافية، مخرجين USB لوصلوا الى كيبورد او فارة، اضافة لمخرج RJ45 لمخرج شبكة، يعني ممكن لوصلوا على محطة Central Station او شبكة LAN داخلية. الاكسسوار الاول هو اكسسوار قياس الـ NIBP، قياس ضغط الدم غير المباشر، بيتألف من الوصلة مع الكم. طريقة وصله راح تكون بالشكل التالي. لازم يكون الوصل بشكل محكم مشان ما يصير عندي اي ضياعات او تنفيس. المتغير عندي هون هو كم الضغط، راح يكون اما خداج او اطفال او كبار. ممكن استخدامه على الساعد وممكن استخدامه على الفخذ، في له اكسسوار خاص راح يكون. ممكن يكون للاطفال الخداج بشكل صغير، للاطفال بعمر اكبر راح يكون مثل ما انا شايفين بالصوره، وللكبار مثل ما انا ملاحظينه. الاكسسوار الثاني هو كابل الاي سي جي، قياس اشاره الاي سي جي بارامتراته. طبعا مميز بفرضه مشان يكون عندي سهوله التركيب. 12 بين مثل ما انا ملاحظين، راح يكون بخيارين، اما انتجريتيف او سيبيرابل. انتجريتيف يعني انا عندي قطعه واحده كامله، سيبيرابل راح يكون قطعتين مثل ما هو الحال هون. راح يكون عندي حسب نظام الالوان، اما AHA نظام امريكي American Heart Association، او نظام الـ IEC نظام العالمي International Electrotechnical Commission. مميز او ينتهي برؤوس للتثبيت على صدر المريض، اما راح تكون كليب او راح تكون سناب مثل ما انا ملاحظين بالصور. ممكن يكون كابل خماسي او ثلاثي او 12. طبعا ممكن يكون حسب تصنيف، له تصنيف كمان حسب استخدامه او مكان استخدامه، بغرف العمليات موافق لل ESU proof عشان استخدامه على النشاط الجراحي، ممكن يكون بالعناية مع defibrillation proof. طبعا مواد تصنيعه مثل ما انا ملاحظين من مواد عالية الجودة لاستمرار، لضمان استمرار الجودة وضمان استمرار النتائج الدقيقة اللي بدنا ناخذها. وكتير كتير مهم مشاهدينا الأعزاء أنه يكون معتمد من الشركة الصانعة مشان ضمان النتائج ودقتها.
الاكسسوار التالي هو قياس الـ SpO2. طبعا محقق لشهادة الايزو المعيارية، يتألف من قسمين. القسم الأول هو الكابل مميز بلون جك أزرق، مقابل له على المونيتور جك أزرق أيضا، مع فرضة واضحة عنا لسهولة التركيب على المونيتور. طبعا أكيد لازم نحكي عن جودة الاستخدام، وأكيد راح نحكي عن النهايات. راح يكون عندي إما ملقط أو إكسسوار يركب على قدم الخداج، لما يكون متوافق معه، فبده يكون إما ملقط أو جلد يلبس على الإصبع، أو إكسسوار يركب على قدم الطفل الخداج. الإكسسوار الرابع اللي هو إكسسوار قياس درجة حرارة المريض، راح يكون عبارة عن كابل مميز بلون جاك أصفر، مقابل له لون جاك أصفر على المونيتور من أجل سهولة التركيب، ينتهي ببروب لقياس درجة الحرارة. البروب هذا ممكن يكون طبعا في منه قياسات الخداج والأطفال والكبار. طبعا راح يكون في منه أنواع، راح يكون عندي الفموي والشرجي والجلدي. الجلدي ممكن يكون تحت الأبط أو يركب على الأذن. بطارية الجهاز عبارة عن بطارية من الليثيوم أيون، أجدد أنواع البطاريات، بتساهم باستمرار عمل الجهاز لمدة 4 ساعات، وبحال اخترنا السعة الأعلى راح تكون 8 ساعات. ممكن تركيبها مكانها خلف المونيتور. طبعا هلا هيك نحن ركبنا الاكسسوارات، يبقى عنا نحكي انه ممكن تثبيت المونيتور على عربه معتمده من الشركه الصانعه هو الافضل، او على حامل جداري كمان معتمد من الشركه الصانعه وايضا هو الافضل مشان استمرار عمل الجهاز بشكل افضل. بيبقى نحكي انه المونيتور محقق لمواصفه كلاس اي، وهي انه الجهاز محمي ضد خطر تطبيق الصدمه الكهربائيه، محقق لمواصفه اي بي اكس 1، وهي تعني انه الجهاز محمي ضد خطر انسكاب السوائل على دارات الجهاز. بهيك نحن بنكون الجهاز صار عندنا جاهز للاستخدام. يبقى نحكي بالفيديو التالي عن طريقة ضبط بعض اعدادات الجهاز وطريقة استخدامه ان شاء الله. تابعونا ودعمونا.